بالغرباء معین الضعفاء عليك صلى الله علي موسى الرضا. اشتغلنا تقريبا 50 يوم من منفذ الشلامجة لخدمة الزوار، زوار سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين، وانتقلنا إلى مشهد المقدسة لخدمة زوار سيدي مولاي علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. إمام سعادت بجان جوادت پس از یک زیارت نصیبم کن آقا شهادت. نقدم ثلاث وجبات باليوم، نقدم وجبة الريوق يعني سبحانه، في نهار نقدم العشاء يعني شام، ثلاث وجبات. أقل وجبة نقدمها 5000 إلى 6000 نفر. أي غريب خراسان، أي غريب خراسان. الفرق لا موجود، كلهم سفن النجاة، كلهم شيعة أمير المؤمنين سواء في العراق سواء في إيران في أي مكان. المهم إحنا خدمة آل البيت محمد، يعني الحسين وآل الحسين الرضا سلام الله عليه. زهر جفا شرار بر جانا. حقيقة إحساس غريب إنه أنت من نعم الله سبحانه وتعالى عليك إنه يتفضل عليك بهذه الخدمة، هذه الخدمة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. الإمام الرضا سلام الله عليه والإمام الحسين يختار زواره وخدامه، لنا الشرف أن نكون من خدام الإمام الحسين ومن خدام الإمام الرضا.